من هالحركات. السلام عليكم، جات لكم فيديو جديد. اذا انت اول مره تفتح القناه اشترك وفعل جرس التنبيه وخلينا نوصل هذا الفيديو 100,000 لايك. ايه اخواتي، لانه هذا الفيديو الصراحه كتير حماسي. ايه رح اتصل على ايمن يوتيوبر ونحل كل شيء هالمره. رح خبره انه انت مسحور وفي صندوق عندك بالبيت ولازم تدور عليه او تعرف وين مكانه عشان تروح وتحرقه وينفك السحر منك. ورح اقنعه انك انت خلاص انت مسحور وتوم ساحرك، وان شاء الله ان شاء الله خلاص ينتهي كل شيء وينفك السحر، وان شاء الله خلاص يبعد عنا توم نرتاح خلاص منه. طيب مثل ما قلت لك، ما تنسى اللايك على الاكيد وتشترك بالقناه وتفعل جرس التنبيه عشان كل فيديو ينزل دغري تشوفه، واهم شيء تحضر الفيديو هذا للاخر عشان كتير مهم ويمكن يصير معنا اشياء ما بعرف انت شوفه. طيب اوكي، ما بدي احرق عليكم كتير، خلينا نتصل على ايمن يوتيوبر عشان نحل كل الموضوع. اخواتي متحمس كتير، الكل يكتب لي تحت بالتعليقات متحمسين يا بودي، يلا اتصل، يلا تعال نتصل. اوكي اخواتي، هلا راح اتصل عليه عشان نحل كل شيء وان شاء الله ينحل كل شيء. يلا هلا عم بتصل عليه، ان شاء الله يرد بسرعه. الو اي بودي، سمعني؟ سامعك، كيفك؟ ليك اتصلت عليك لاحكيك شغله مهمه. باخر فتره الصراحه حاسس انه انت فيك شيء انت هيك اخر فتره، يعني حدا عم بأمرك انك انت تعمل شيء؟ حدا عم؟ لا، انا اخذت المطعوم وتعبت والله قبل يومين. عشان المطعوم يعني؟ طيب اوكي. لا انا قصدي انه ما في حدا اجى لعندك وحدا يعني عم بأمرك بشغلات انك انت تعملها وانت ما بدك تعملها؟ لا. انت متاكد من هذا الشيء؟ متاكد. طب حدا اجى لعندك وحط شيء هيك بالغرفه او شيء وانت ما انتبهت؟ لا 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 لا. حدا عم بفوت على الغرفه اللي لك شيء؟ لا. خي ما بعرف. خي ما بعرف، انا ايمن باخر فترة عم بوصلني حكي انه عم بيصير في عندك شيء او هيك، والصراحة ليك المتابعين عم بخبروني انه انت عم بيصير معك شيء وحاسينك انك انت مسحور. انا ما بيصير معي شيء، بس انت يا بودي انت، انا حكي معي توم امبارح وحكى لي ايش راح تخبرني، قال لي راح يحكي لك انت مسحور ولا ترد عليه وانت قاعد بتخبص كلام، او يمكن بدك تعمل مقلب ماما مش عارف. لا وصل لك توم، انت حكيت مع توم وصل لك حكي انه انا حكيت مع توم وقال لي بودي راح يحكي لك انك مسحور ولا ترد عليه ابدا. لا لا انبه منه، انبه منه، انبه منه، انا حكيت معه، انا حكيت معه. واذا بدك ايش انتبه منه يا اخي، انا انسان طبيعي شو مسحور يا خيي، انا حكيت معه والفيديو موجود عندي بالقناه، وروح شوف شو كان حاكي معي، حكى معي كلام يعني كثير فظيع. شفته بس ما حكى لي ان لا تصدق. وانت صدقته لتوم وكذبتني الي؟ صدقته. لك ليش؟ لك انا صاحبك ماشي، بس هو حكى لي انا مستحيل اذيك. لك يا ايمن صدقني عامل لك شيء ما بعرف بدي اوصل لك اياه. يا خيي صدقني انت مسحور. لا تخبص، شو مسحور وما مسحور؟ شو مالك انت؟ لا اله الا الله، كيف ما وصل له الحكي هلا؟ ولا مسحور ولا شيء، بس يا اخي لما اعمل زي هيك شو؟ بطلع من فمي زي النار. يا اخي مش انا بس كلامي، هيدا مش كلامي، كلام المتابعين، حتى المتابعين حسوا بهذا الشيء. حتى المتابعين. هي ايش مالك؟ ليك انا راح اقول لك شغله، بصراحة هو قال لي توم ما تقول له اياها. توم حاطط صندوق عندك بالبيت. لا 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 صدقني توم حاطط صندوق عندك بالبيت. يا اخي خلص غير الموضوع اذا سمحت. لا اله الا الله، غير الموضوع. ولك توم ساحرك وحاطط صندوق عندك بالبيت. غير الموضوع. شو غير الموضوع؟ ما غير الموضوع. خلص ايمن، ايش مالها يعني الدخنة؟ شو مالك عم تعمل حركات غريبة؟ فيك شي ايمن؟ اصحى. هاي اسمع، غير الموضوع. اخواتي خايف. ايمن اصحى، غير الموضوع. في
في صندوق، في صندوق عندك. احكي عن الصندوق، لا تحكي للناس، لا تحكي للناس. احذف الفيديو اللي نشرته، انا علقت لك وحكيت لك احذف. خي لا ت... اي شيء يتعلق بالصندوق احذفه. عن جد بحكي معك، لا لا، كل شيء يتعلق بالصندوق. يوتيوبر نادي توم، بسرعة بسرعة افتح التطبيق توم بسرعة. طيب راح اجيب تطبيق توم، استنى بس لحظة لحظة. اوكي يوتيوبر، هاي جبته، جبته لتوم قدامك، جبته لتوم قدامك. بسرعة بسرعة وين فرجيني؟ اوكي قول له احضر يا توم. توم احضر يلا، توم احضر يلا يا توم. يا توم، توم سمعنا؟ توم سمعنا؟ توم توم خي ما بي ما ما بيطلع. يا توم سمعنا؟ شو اجا؟ توم توم ما بيطلع، خلص خلي الموبايل جنبك، لما يطلع توم بنحكي معه. طيب ماشي. انت ليش تحاول تألف كلام وموضوع الصندوق شو بدك بهالحكي؟ يا اخي صدقني ما بعرف، انت ما بعرف كيف حاسك، حاسك متغير، حاسك فيك شيء، حتى الدخان، حتى طريقة حكيك حاسك فيك شيء. يا خيي اسمع، انا متأكد انه في صندوق عندك بالبيت، حاش تعمل هالحركات يا خيي. في صندوق عندك بالغرفة او بالبيت مخبينه، سكر تمك يا اخي، سكر تمك. ما في شيء يا اخي، مبلا في شيء، في شيء. الو ليش هيك سكت فجأة؟ لا عن جد فيك شيء، عن جد فيك شيء. ولك يا ايمن خلص اطلع، قال لك في صندوق، في صندوق عندك بالغرفة، في صندوق لازم تطلعه. شو عم تعمل هالحركات؟ يعني ايمن صار بقلبك انت توم؟ توم اذا انت اطلع، اطلع بريت ايمن بسرعة. انا حذرتك يا بودي ان لا تخبر ايمن عن الصندوق. يا اخي يا اخي يا حبيبي يا قلبي، انا رح خبره على الحالتين لانه هو صاحبي، يعني لازم اخبره كل شيء. كيف ما بدك يعني انه اخبره؟ اذا تريد ان اخرج اوعدني ان لا تخبرهم عن الصندوق. لا انا ما بوعدك، سامحني يعني الصراحه، يعني انه ايمن يوتيوبر صاحبي ولازم اخبره. ايمن قصدي توم، بليز اطلع من جسم ايمن على السريع، هلا هلا حاليا بدي اياها بسرعه تطلع هلا يلا. ايمن قلت لك اطلع، شو قلت ايمن قصدي توم؟ قوم اطلع خلصنا، صرت تخلط بالاسامي، اطلع يا توم. ما راح اوعدك، واذا ما طلعت شو راح تعمل؟ أيمن؟ نعم. أيمن أنت؟ أنا. رجعت؟ شو مالك يا أخي؟ لا ما صار شيء. حكيت لك لا تضل تخبى صندوق، تحكي صندوق وما صندوق، خلص. ما لا ما صار شيء، ما في شيء. ما بعرف، أنت فجأة هيك نمت ورجعت، كنت عم بحكيك نمت ورجعت، ما بعرف. يا أخي أنا كثير نعسان. بس حالي نعسان، لازم اسكر. بدك شيء؟ خلص لا سلام، يلا باي باي.
اخواتي الصراحة ما بعرف، ما حسيت لازم انه اخبره لانه توم هددني او شيء، ما بعرف، ما خلص. طيب اخواتي ما بعرف شو بدي احكي هلا، لانه صراحة انصدمت باللي صار، خايف ارجع احكيه ويصير شيء لايمن، فان شاء الله راح افكر بالموضوع وراح الاقي حل لهذا الموضوع. اوكي اخواتي ما بدي اطول عليكم، يلا سلام.